بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: فصل. صفة الوضوء أن ينوي ويستقبل القبلة ثم يقول: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذا الفصل وما يليه في بيان صفة الوضوء، ولذلك فإن بعض المحشين أو الشراح سمى هذه الفصول بفصول صفة الوضوء، وأفرد لكل ركن من أركان الوضوء فصلا، وهي الأركان الأعضاء الأربعة لكل واحد منها فصل، والترتيب والموالاة فصل، وللسنن فصل. وافتتح هذه الفصول بفصل تكلم فيه عن ما يكون قبل فعل أول ركن، أول فرض من فروض الوضوء، وهو غسل الوجه، والذي يسبقه هو النية والتسمية وغسل اليدين ونحو ذلك من الأمور التي سيريدها بعد قليل. إذن قوله فصل، هذا الفصل وما يليه هو في فصول صفة الوضوء، وقوله صفة الوضوء أي الصفة الكاملة، إذ جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون صفة الوضوء كاملة، ليست المجزئة، بل يأتون بها مع ذكر المسنونات فيها، ثم بعد ذلك يفردون فصلا لبيان ما هو المسنون، ليفهم منه أن ما عدا المسنون يكون واجبا. وقوله أن ينوي أي أن ينوي الوضوء، وقد تقدم تفصيله في الفصل السابق، وقد ختمه بقوله: ويستحب استصحاب ذكرها أو ذكرها، ولا بد من استصحاب حكمها. وقلت إنه يقال ذكرها أو ذكرها، لأن بعضا من اللغويين يقول إن الذكر إذا كسرت الذال فيه فإنه يكون باللسان، وإذا ضمت فإنه يكون بالجنان، والمراد بها هنا الذكر بالجنان. ومن أهل اللغة من يقول إنها من باب المترادف، فيكون الذكر باللسان وبالجنان معا. ولذلك لم يفصل المصنف في أحكام النية باعتبار أن تفصيلها قد ورد في الفصل السابق. قال: ويستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة مشروع في أعمال الصالحات عموما ومنها الوضوء. ثم يقول: بسم الله. قوله يقول أي يتلفظ بلسانه، وقد مر معنا أكثر من مرة أن القول لا بد فيه على أقل الأحوال من تحريك لسانه وشفتيه في الآدميين، فإن الآدمي لا يكون ما فعله قولا إلا إذا حرك لسانه وشفتيه. وهل يلزمه أن يسمع نفسه أم لا؟ فيه وجهان عند فقهائنا، والمشهور عند المتأخرين أنه لا بد أن يسمع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، فإن مجرد تحريك اللسان والشفتين كاف في الحكم بأنه قد قال، وأن كلامه قد صدر، أو أن الكلام قد صدر منه. نعم. ثم يقول، أعد. ثم يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها. نعم. قوله ثم يقول بسم الله، لو تلاحظ في الرسم معنا أن بسم الله أثبتها بألف، والذي ذكره علماء الإملاء والهجاء، كانوا قديما يسمون علم الإملاء بالهجاء، كابن الدهان عندما ألف كتابا باسم كتاب الهجاء ذكر هو وغيره أيضا أن حرف المد وهو الألف في بسم إنما يحذف إذا جيء بالألفاظ الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بأسماء الله عز وجل الثلاثة المنعوتة متوالية. فإن ذكر اسم الجلالة وحده بسم الله فإن أهل اللغة يقولون يثبت فيها الألف في الرسم، وأما النطق فإنه لا فرق بينهما في النطق. قوله: لا يقوم غيرها مقامها، هذه الجملة تحتمل أمورا. الاحتمال الأول أنه لا يقوم غيرها مقامها من حيث اللغة، فمن ذكر اسم الله عز وجل بغير العربية فإنه لا يقوم مقامها، وهذا الذي ذكره صاحب الإنصاف في كتاب الذكاء، وأنه لا يقوم غير العربية، لا يقوم غير العربية مقامها في التسمية في الذكاء، ومعلوم أنهم هنا يلحقون كثيرا من أحكامها بأحكام الذكاء. ولكن الذي جزم به منصور في الكشاف وفي حاشيته وغيرها أن الظاهر من عبارتهم أنه يجزئ الإتيان بالبسملة عند الوضوء بغير العربية ولو كان المتلفظ يحسن العربية.
وتعبير منصور إن الظاهر بذلك أي ظاهر كلامهم، حيث لم يشترطوا العربية، لأنهم لم يشترطوا العربية، هذا هو مراده، قال حيث لم يشترطوا العربية فظاهر كلامهم أن غير العربية يقوم مقامها. ولعل الظاهر الذي أورده منصور معارض للأصل الذي يقاس عليه كثير من أحكام البسملة هنا، وهو البسملة في الذكاء، فقد نصوا هناك في الذكاء صراحة أنه لا يجزئ بغير العربية ممن يحسنها. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بقوله لا يقوم غيرها مقامها. الأمر الثاني أنه لا يقوم أي ذكر مقام البسملة، فلو سبح الله عز وجل أو هلله أو حمده سبحانه وتعالى فإن هذا الذكر لا يقوم مقام البسملة، بل لا بد من الإتيان بالبسملة، وهذا صرحوا به وأنه لا بد من الإتيان بالبسملة فيقول بسم الله. الأمر الثالث أيضا أنه لا بد من الإتيان باسم الجلالة سبحانه وتعالى فيقول بسم الله، ومفهوم ذلك أنه لو أضمر الاسم فقال باسمه أو أتى باسم من أسماء الجبار جل وعلا غير الاسم الأعظم الله سبحانه وتعالى، ولأن بعض أهل العلم يسميه الاسم الأعظم، فإنه لا يجزئ، وقد صرحوا بذلك، كما لو قال بسم الله بسم الرحمن الرحيم، عفوا ليس بالله وإنما يقول بسم الرحمن الرحيم، يقول لا يجزئ، بل لا بد من الإتيان بلفظ الجلالة الله، فلا يضمره ولا يأتي باسم غير اسمه، وقد صرحوا بذلك، وليس هذا مفهوما وإنما هو صريح، بخلاف المسألة الأولى هي التي بين المفهوم والصريح في موضع آخر. الأمر الرابع والأخير وهو لو أتى باسمه سبحانه وتعالى مظهرا ثم زاد عليه، فابتدأ الوضوء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فهل يكون قد أحسن ذلك أم لا؟ الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى وأورده بعض المحشين المتأخرين أن الأكمل أن يأتي بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يعترض عليه هذا المتأخر الذي حش. والحقيقة أن ما أورده النووي مشكل من جهتين، الجهة الأولى أن قاعدة الشافعية أن الأذكار كلما زادت ألفاظها كلما كانت أتم، بينما قاعدة أحمد أن الأذكار الأصل فيها والأفضل الورود والصحة، سيمر معنا في الصلاة إن شاء الله عز وجل كثير من تطبيقات هذه بالعشرات الأمثلة. والأمر الثاني أن ظاهر عبارتهم أنهم يقولون التسمية فيقول بسم الله، ولم يزيد الرحمن الرحيم في من وقفت على كلامه، وإذاك نقول إن الأكمل عدم الإتيان بالرحمن الرحيم، لكن لو أتى به فلا مانع، لأنها في كتاب الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنها آية جيء بها للفصل بين السور، آية بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، وأما خارجها فتجزئ فيه البسملة. الأمر الثالث أن الذي يؤيد أن الأكمل عدم الإتيان بالرحمن الرحيم أنهم هناك في باب الذكاء نصوا على المنع من زيادة الرحمن الرحيم، لكنهم عللوه لأن مناسبة الذبح لا يناسب فيها الإتيان باسم الرحيم سبحانه وتعالى، هكذا عللوه العلم عند الله. نعم. وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم. نعم، قوله وهي أي البسملة واجبة في وضوء وغسل وتيمم، هذه الأمور الثلاثة لأنها ملحقة بالوضوء، والحديث صريح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أحمد قال وإن كان الحديث لا يثبت إلا أن العمل عليه، قال العمل أن العمل على هذا الحديث وإن لم يثبت إسناده. وأيضا غير الوضوء، غير الأمور الثلاثة التي أوردها وهي الوضوء والغسل والتيمم، من قام من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يسمي الله قبل غسل يديه ثلاثا، لأن هذا في معنى الحدث، والحدث هو المعنى الكلي الذي يلزم التسمية قبل الإتيان بالطهارة الرافعة له. وتسقط سهوا. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط سهوا، السهو هو النسيان، فمن نسي التسمية فإنها تسقط، وهذا سيأتي إن شاء الله التفريع فيما لو نسيها وتذكرها في أثناء الوضوء وعند انقضائه. لكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهو أن المؤلف وكثير من المتأخرين ذكروا السهو ولم يتطرقوا للجهل، والغالب في الأحكام أن كلما سقط سهوا فإنه يسقط جهلا، ويعنون طبعا بالجهل جهل الحكم ولا يعنون به جهل الحال، فإن جهل الحال له حكم مستقل.
إلا في صور مستثنة. وأهم قاعدة تستثني الصور التي يسقط فيها السهو يسقط فيها الحكم بالسهو دون الجهل أن يكون ذلك الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة. هذه قاعدة يريدها بعضهم، فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل عند كثير من الفقهاء ويعذر فيه بالسهو. طيب، هذه المسألة لا تندرج في هذه القاعدة، ولذلك فإن المصنف مفهوم كلامه أنه لا يعذر فيها بالجهل، وهذا المفهوم غير معتبر. ولذلك فقد جزم جماعة منهم منصور بأن الجهل أن التسمية تسقط بجهل حكمها، وقال إن هذا هو الأشبه بكلامهم، وقال في موضع آخر وهذا هو مقتضى قياس كلامهم في الصلاة، خلافا لما قرره ابن اللحام في قواعده الأصولية حيث قال إنه إن التسمية تسقط بالسهو ولا تسقط بالجهل. وهذا القول الذي ذكره منصور جزم به بعض من كان في زمانه مثل مرعي في الغاية، فقد جزم بأن التسمية تسقط سهوا وجهلا. نعم، وهو مقتضى، وهو أيضا ذكر أيضا بعض المتأخر مثل ابن بلبان وغيره. وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى. نعم، بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة أخرى، وهي إذا كان قد نسيها ثم تذكر في أثناء الوضوء، لأنه إن لم يتذكر إلا بعد انقضاء آخر أركان الوضوء وهو غسل القدمين فلا شك أن كلامهم صريح في أنها سقطت. وأما إذا ذكر في أثنائها بعد شروعه بأول أركان الوضوء وفروضه وهو غسل الوجه، ففي هذه الحال ما حكمها؟ ذكر المصنف قال وإن ذكرها أي ذكر التسمية في أثنائه أي في أثناء الطهارة، سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما أو غسل يدي قائم من النوم، سمى وبنى أي سمى وجوبا من باب التدارك، وبنى أي وبنى على ما مضى. وهذا مبني على أمرين: الأمر الأول وهو العفو عن السهو، فلما عفي عن السهو عن ذكر التسمية في كل العبادة فيعفى عن بعضها. والأمر الثاني أن أعضاء الوضوء فيها تبعيض نسبي، فإن كل عضو من أعضاء الوضوء مبعض رفع الحكم فيه نسبيا. قلت نسبيا لما؟ لأنهم قالوا بشرط أن يكمل أعضاءه كلها بالوضوء أو بالغسل. ففي هذه الحال نقول فإنه يبني على ما مضى. هذا رأي المصنف في الإقناع. وقد خالف في هذه المسألة صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى يرى أن من ذكر التسمية في أثناء الوضوء فإنه يجب عليه أن يبتدئ الوضوء، وهذا بناه على أن الوضوء كله لا يتبعض، ولا يصح أيضا عنده أن يكون التسمية في الأثناء، وإنما يكون عند الابتداء، فتكون قد فات محلها وهي واجب وقد تذكرها في الأثناء فيجب عليه الإعادة. والقول الذي ذهب إليه صاحب المنتهى هو الذي صححه في الإنصاف وتبعهم مرعي في الغاية. وهناك عندهم قاعدة عند المتأخرين الذين ينظرون للأشخاص أنه إذا اختلف صاحب الإقناع والمنتهى فلهم مسلكان، فالكثير من الفقهاء يقول يقدم قول المنتهى مطلقا، وبعضهم وخاصة الشاميين الدماشقة يقولون يقدم صاحب الغاية قول صاحب الغاية. وقد ذكر الإشارة لنوع من هذا الخلاف السفاريني في بعض رسالات في بعض رسائله، وكذلك الشيخ ابن عيسى وغيرهم من المشايخ ذكروا هذه المسألة، وهي مسألة الاختلاف بين الإقناع والمنتهى. فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته. نعم، هذا تفريع على قوله سمى وبنى. قال فإن تركها عمدا أي ترك التسمية عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه الواجبة، كان ناسيا وغسل بعض أعضائه الواجبة متعمدا وغسل بعض أعضائه الواجبة ولم يستأنف أي ولم يعد لأنه متعمد تركها، فإنه لا تصح طهارته سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما. والأخرس يشير بها. نعم، قوله والأخرس يشير بها أي أن الأخرس الذي لا يستطيع الكلام فإنه يشير بالبسملة إشارة. وعندنا في قوله والأخرس يشير بها مسائل. المسألة الأولى أن الإشارة ما معناها؟
ذكر ابن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي على الوجيز، وهي مخطوطة طبع بعضها في رسائل علمية، أن ظاهر كلام الفقهاء أن الإشارة تكون إما باليد أو بالطرف، فينظر بطرف بعينيه أو يشير بطرفه إلى السماء أو يشير بيده. هذه عبارة ابن نصر الله في حاشيته على شرح الوجيز. هذه المسألة الأولى، معنى الإشارة. المسألة الثانية، أن هذه الإشارة هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ للفقهاء المتأخرين اتجاهان في فهم كلامهم، فقد ذكر في الكشاف أن ظاهر عبارة المصنف الوجوب، وذلك أنها بدل عن واجب وهو التلفظ باللسان، فظاهره أنه يجب كذلك. ولكن ذكر أن في حاشيته، أي صاحب الكشاف ذكر في حاشيته أن الأولى أنه لا يجب، والسبب في ذلك أنهم قد ذكروا في كتاب الصلاة أن الأخرس لا يشير بتكبيرة الإحرام وإنما يقصدها بقلبه، قال فهنا من باب أولى، وكلاهما لفظ. نعم، من الناس من حاول أن يفرق بينهما فقال إن الصلاة لا يشرع فيها الرفع إلى السماء فلا يكون فيها إشارة، ولكن قول الحقيقة منصور في الحاشية متجه جدا أن الإشارة في التسمية ليست واجبة على الأخرس، ليست واجبة، وكلامه متجه جدا، ولذلك قال وينبغي إلحاقها بالصلاة لعدم وجود الفارق بينهما. ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما نصا. نعم، قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثلاثا أي ثلاث مرات، ولو تيقن طهارتهما نصا. قوله ولو، الغالب أن صاحب الإقناع إذا أتى بلو فإنه يشير لخلاف، فهنا أشار لخلاف، وذلك أن في المذهب خلافا ذكره في الإنصاف، فقال لا يغسل يديه إذا تيقن طهارتهما بل يكره. قال هذا القول ذكره في الرعاية أنه يكره غسل اليدين إذا لم يكن إذا تيقن طهارتهما، طبعا ما لم يكن قائما من النوم فإنه واجب. ثم حكى بعد ذلك عن القاضي أبي يعلى أنه إنما يسن غسلهما إذا شك، وأما إن تيقن طهارتهما أي يديه تخير. إذن فقوله ولو تقابل قولين، قولا يقول بالكراهة إذا تيقن الطهارة وهو قول ذكره في الرعاية، وقول إنه مخير فيكون مباحا وهو الذي حكاه في الإنصاف عن القاضي. إذن فقوله ولو إشارة لخلاف المسألة أوردته لكم. قوله نص، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا النص جاء عند أبي داود في مسائله عن أحمد، أن أحمد سئل عن الرجل ينام وعليه سراويل، وإذا استيقظ أراد أن يدخل يده في الإناء هل يلزمه أن يغسل يديه؟ قال يلزمه أن يغسل يديه، السراويل وعدم السراويل واحد. هذا يدل على أن أحمد لم يفرق بين ما شك وما لم يشك وما تيقن طهارته أو تيقن وجود النجاسة عليه، وهذا وإن كان في قوم في الاستيقاظ من نوم الليل، إلا أنه يشمل عموم عدم التيقن من الطهارة. نعم. وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان منه فواجب تعبدا. قال وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، للأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. فإن كان منه، قولهم فإن كان منه أي فإن كان النوم من نوم ليل ناقض للوضوء، نوم الليل غير نوم النهار، لأن الحديث جاء مخصصا بنوم الليل، فلا يدري أحدكم أين باتت يده. وقوله ناقض للوضوء لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين نواقض الوضوء، وأنه ليس كل نوم ينقض الوضوء، بل إن له شرطا في الهيئة أو في الاستغراق. قال فواجب أي فيجب غسلها ثلاثا. قوله تعبدا يعني أنه ليس معللا بتعليل نعلمه، وانتبه لهذه المسألة لأنه سيأتي كلام مصنف فيها. الفقهاء إذا قالوا إن الحكم تعبدي ليس معناه أنه ليست له علة أي بلا علة، لا، وإنما يقصدون ليس له علة نعلمها، وإلا فالقاعدة عند الفقهاء
وخاصة أصحاب أحمد، لأنهم يرون التعليل في أفعال الجبار جل وعلا، أن الأحكام كلها معللة. لكن هذا التعليل شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، فما لم نعلمه فإنه يسمى تعبدا. أنا ذكرت هذه المسألة الآن لأنه سيأتي كلام قد يفهم منه تناقض بين الجملتين، فانتبه لهذه المسألة وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. نعم قوله ويسقط سهوى، المراد بسقوط السهو هو غسل الكفين. وعندنا في سقوط السهو مسألتان، المسألة الأولى التي مضت معنا قبل قليل، وهو هل الجهل ملحق بالسهو أم لا. ذكر منصور في حاشيته أن الظاهر أن الجهل ملحق بالسهو في هذه المسألة أيضا، ووجه كونه ظاهرا أن القاعدة عند فقهائنا أن كل ما سقط سهوا يسقط جهلا إلا ما استثني، ومما يستثنى من ذلك ما كان معلوما بالضرورة، وليس هذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة بدليل وجود الاختلاف بين أهل العلم فيه. طيب، المسألة الثانية عندنا أن الفقهاء يقولون إن من نسي غسل اليدين ثم تذكر في أثنائها فهل يستأنف، يعطر فيه الخلاف الذي أورده صاحب المنتهى، يستأنف أم لا يستأنف، وهل يغسل يديه لها في أثناء الوضوء أم لا. ذكر الفقهاء أن ظاهر كلامهم أنه لا يستأنف لغسل اليدين قبلها، ولا أيضا يلزمه الإتيان بها في أثنائها، وإنما هي سنة فات محلها أو هو واجب منفصل، وسيأتي الحديث عن الواجب بعد قليل إذا كانت من نوم ليل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مشكلة حقيقة، ووجه الإشكال، انظر معي، أن المصنف يقول ويسقط سهوى، فقوله ويسقط سهوى يعود للمسألتين، غسل اليدين المندوب وغسل اليدين الواجب، وهو الذي يكون من نوم ليل ناقض للوضوء. وأنت إذا تأملت هنا أنه قال يسقط سهوا، مع أنه ذكر بعد بضعة أسطر قال لو استعمل الماء لم يصح وضوءه وفسد الماء، فهناك ذكر بعد أربعة أسطر أنه إن وضع يديه في الماء فسد، لأن الماء إذا وقع على اليد قبل غسلها ثلاثا فإنه يسلب الطهورية، وعندهم أن هذا من باب تعليق الأحكام بالأسباب، وهذا من باب استشكال المسألة، وممن أورد هذا الاستشكال الشيخ محمد الخلوتي في حواشي. نعم. ويعتبر له نية وتسمية، يعني ويعتبر لغسل اليدين ثلاثا الواجب نية وتسمية، النية شرط فإن لم يوجد فلا يصح، والتسمية واجبة تسقط بالنسيان. ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء. نعم، يقول ولا يجزئ عن نية غسلهما أي الواجب نية الوضوء، بل لا بد أن تكون لهما نية مستقلة، لأن لها حكما مستقلة وتنفصل بغسل اليدين. والمراد طبعا في المسألة مسألة غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء. نعم، هذا تعليل، لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء، فيشترط لها نية مستقلة ويشترط لها التسمية، ولا يجزئ عن نيتها نية الوضوء. ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل. نعم، لأنها أيضا معلل بالعلة السابقة، لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء. طبعا عندنا هنا مسألة في التعليل، هم يقولون إن الأصل أن المختصرات لا تعليل فيها، هذا الأصل، ولكن يوجد في بعض المختصرات ومنها صاحب الإقناع بالخصوص أكثر من منتهى عدد من التعليلات، ولكن يحملون ما وجد من التعليلات فيها على أنها كليات. انتبه لهذا التوجيه، يقولون أغلب ما يوجد من تعليلات في المختصرات هي كليات، فيندرج تحت هذا الكلي عدد كبير من المسائل، ولذلك من أراد أن يبحث عن كلي ويستخرجه من كتب الفقهاء، أو يبحث عن قاعدة فقهية ويستخرجها من كتب الفقهاء، فإن من طرق استخراجها النظر في التعليلات. ولذلك المعلمة، معلمة القواعد التابعة لمؤتمر منظمة في جدة، جعلوا معايير لاستخراج القواعد والكليات، من أهمها أن ينظر في التعليلات. القواعد الفقهية في المعلمة فإنها تنظر في الكليات، عفوا تنظر في التعليلات، وهذا هو يعني التوجيه لإرادهم التعليل والدليل، وإلا في الأصل أنه يعاب ذكر
التعليل في المختصرات. ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل. نعم، قال ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين في هذا الغسل، سواء كان الغسل واجبا إن كان من نوم ليل ناقض للوضوء، أو كان مستحبا في غيره من الأمور. وهذا الاستحباب لأمرين، إما لعموم ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره كله، وهذا يدخل في عموم اللفظ فإنها من باب الطهارة، أو من باب القياس، قياس على الوضوء، فإن فيه التيمن. وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو نحوه من نوم لا يدري أنوم ليل أو نهار لم يجب غسلهما، وتقدم في كتاب الطهارة. يعني وتقدم في كتاب الطهارة القاعدة الكلية أن من شك في الوجود وعدمه فالأصل عدم الوجود. فهذا الأسير إذا استيقظ في مطمورة، أي في مكان مغلق، المطمورة هم قديما كانوا يسجنون الشخص في الآبار أو في الدحول. الدحول هي الحفر التي توجد تحت الأرض، وكثير في الصمام بالذات الدحول كثيرة هناك. ويعني كان كبار السن يذكرون أنه ربما أدخل شخص في دحل أياما من باب العقوبة له، فكان يسجن في أماكن مطمورة فلا يرى الشمس ولا يعرف الليل من النهار، ثم استيقظ لا يدري هل نومه هذا كان في ليل أو في نهار، أو أعمى ولم يجد عنده من ينبهه، أو نحوه ممن كان في غرفة مغلقة ونحو ذلك لا يدري أنوم ليل أو نهار، لم يجب غسلهما، لأن الأصل هو عدم وجوب الغسل، وإنما هو طارئ إذا وجد نوم الليل. وتقدم في كتاب الطهارة قاعدة الشك واليقين. وغسلهما لمعنى فيهما. نعم، هذه المسألة ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أنه قبل قليل قال إن غسلهما تعبد، وهنا قال إن غسلهما لمعنى فيهما. نقول لا تعارض بينهما، فإن التعبد لا يمنع وجود المعنى الذي لأجله شرع الحكم، ولكن هذا المعنى قد نعلمه وقد لا نعلمه. إذن هذا نجمع بين الكلمتين، وهو واضح وجلي جدا، لأن أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها معللة، والله عز وجل لا يأمر الناس إلا بما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. عندنا هنا مسألة دقيقة، قوله وغسلهما لمعنى فيهما. انظر معي، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمران، أمر بغسل اليدين ثلاثا، ونهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، أمر ونهي، انتبه للثنتين. قوله وغسلهما لمعنى فيهما، هذا يعود للأمر الأول، لماذا أمر بالغسل ثلاثا لمعنى فيهما خاص، لكننا لا نعلمه. وبناء على ذلك لا نقول إنه لأجل النجاسة، إذ لو كان لأجل النجاسة لقلنا إما بغسلة تزيل عين النجاسة، أو نقول بسبع غسلات، فلم يقل بالسبع ولم يقل بغسلة تزيل عين النجاسة، بل لا عين للنجاسة فلم ترى. وبناء على ذلك فنقول إن الغسل لمعنى فيهما. انظر الحكم الثاني، الحكم الثاني النهي عن غمس اليد في الإناء قبل الغسل، الفقهاء يقولون لمعنى معلوم. هنا قالوا المعنى معلوم، وهو سلب الطهورية. انظر معي، شفت الفرق بين الثنتين؟ الذي هو تعبدي محض هو الغسل من حيث الثلاث، وأما المعلل المعلوم العلة عند فقهاء المذهب، وإلا من غيرهم لهم توجيهات أخرى، فإنهم يقولون إن الغمس معلل ومعلوم إذ عرفنا الحكم، وهو سلب الطهورية. فإن النهي وجدنا معناه بأي طريق من مسالك التي تكشف المعاني هو سلب الطهورية، فيسلب، فمن وضع يده غمس يده في الإناء فقد سلب الطهورية، فنقله من كونه طهورا إلى طاهر إذا كان قليلا لا كثيرا. إذن هذا معنى قوله وغسلهما لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم، هذه المسألة حقيقة من مسائل يعني المشكلة، وقد وافق منصور المؤلف في الروض المربع، وافقه على هذه المسألة بعينها. سأشرح الكلمة ثم أورد الإشكال فيها. يقول الشيخ فلو استعمل الماء، بمعنى أن رجلا قام من النوم من نوم ليل ناقض للوضوء ثم استعمل الماء من غير أن يدخل يده في الإناء، قال لم يصح وضوءه. هنا عبر بالوضوء من باب الغالب، وكل ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له،
فلا يصح وضوءه ولا يصح غسله كذلك ولا يصح إزالة النجاسة كذلك عندهم بالثلاث. انظر معي، لم يصح وضوءه وفسد الماء، هذه الحكم الذي أورده المصنف أورده منصور وأقره في الروض. لكن هذا الحكم مشكل، ووجه الإشكال أن عدم صحة الوضوء مبني على فساد الماء، وفساد الماء مبني على أنه قد غمس القائم من النوم ليل الناقض الوضوء يده في الماء فسلب الطهورية. واضح البناء؟ والبناء الأخير غير متحقق هنا، لأن هذه الصورة قال لو استعمل الماء ولم يدخل يده، والمذهب أن الماء لا يسلب الطهورية إذا كان قليلا، لا يسلب إلا بشرط، وهو أن يغمس يده كلها، وقد مرت معنا في كتاب المياه. وبناء على ذلك فإن بعضا من المتأخرين قال إن ما ذكره المصنف ضعيف وليس بصحيح، ليس هو المذهب، بل إنه لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء صح وضوءه ولم يفسد الماء. وممن نص على هذا التصحيح من المتأخرين الشيخ سعيد بن غباش، وهو من علماء الحنابلة المتأخرين، من تلاميذ الشيخ عبد القادر بن بدران، وهو من أهل رأس الخيمة، والثاني الشيخ محمد الخلوتي، فقد نص في حواشيهما على هذه النكتة النفيسة أن المصنف في هذه المسألة خالف المذهب وأن الصواب على خلافه، وإن كان منصور لم يتنبه لذلك فنقلها بنصها في الروض. نعم. وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا. نعم، قوله وتسن بداءته أي البداءة بداءة الوضوء قبل غسل وجهه، لأن غسل الوجه هو أول الفروض، بمضمضة بيمينه، والمضمضة من غسل الوجه كما سيأتي بعد قليل، لكن السنة البداءة بها قبل الوجه وسيأتي التفصيل. بيمينه السنة أن يبدأ بالمضمضة، وأن تكون المضمضة باليد اليمنى، وسيأتي تفصيل المضمضة إن شاء الله. قال وتسوكه أي ويسن بداءته قبل غسله وجهه بمضمضة وتسوكه، فهي معطوفة على المضمضة. وقوله وتسوكه، انظر معي، ظاهر كلامه هنا لما جعلها مضافة إلى المضمضة أن السنة أن يكون السواك حال المضمضة، لأنه قال المضمضة ثم السواك ثم الاستنشاق، فهذا الترتيب يدلنا على أن السواك يكون استحبابه حال المضمضة، وهو الذي صرح به كثير من فقهاء المذهب أن السنة أن يكون حال المضمضة يسوك فه. قال ثم أي بعد المضمضة والتسوك باستنشاق بيمينه أي بيده اليمنى، يجعل فيها الماء ويستنشق. هذا ما يتعلق بالترتيب السنن قبل غسل الوجه. قوله ثلاثا ثلاثا أي تستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا، لأنها من الوجه والوجه يستحب فيه التثليث فتأخذ حكمه، وهذا واضح وهو سنة، والواجب إنما هو واحدة. نعم. إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست. نعم، هذه صورة المضمضة ثلاثا، يجعل الماء في يده اليمنى وله ثلاث حالات، إما أن يأخذ غرفة واحدة أو ثلاثا أو ستا، نبدأ بها واحدة واحدة. الحالة الأولى أن يأخذ غرفة واحدة فيأخذ بفيه ثلاث مرات من الغرفة الواحدة فيتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر، فيكون المضمضات الثلاث متوارية ثم الاستنشاق متوارد. نبهوا على هذه الصورة ممن نبه عليه بن قايد وغيره من المتأخرين أنها تكون بهذه الصورة إذا كانت من غرفة واحدة، وهو الأفضل لورود الحديث بها. قال وإن شاء من ثلاث أي من ثلاث غرفات، فيأخذ غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم الثانية ثم الثالثة بهذه الطريقة. قال وإن شاء من ست، طبعا الست لم يثبت حديث صريح بها، وذاك قال النووي رحمه الله تعالى لم يصح في الست شيء، ولكنها قد تفهم من بعض الغرف من بعض الأحاديث أنه أخذ ثلاث غرفات تمضمض بها واستنشق، فقد يحتمل ثلاث غرفات الاستنشاق وثلاث غرفات للمضمضة. صورة الست أن يأخذ ثلاثا للمضمضة ثم يأخذ ثلاثا للاستنشاق بعدها،
فيأخذ بعدها ثلاثة للاستنشاق. نعم. ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. قوله ولا يفصل أي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومعنى لا يفصل بينهما أي لا يفصل بينهما بشيء غيرهما أي بغير المضمضة والاستنشاق. لماذا قلنا بهذا القيد بشيء غيرهما؟ لأنه لو أتى بمضمضة ثم مضمضة ثم مضمضة ثم استنشاق نقول صح كما مر معنا في الصفة قبل قليل. فقوله لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق بشيء غيرهما بشيء غير المضمضة، فلو كرر المضمضة ثلاثا ثم استنشق نقول هو فعل السنة كذلك. وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء. نعم. قوله تجب الموالاة بينها وبين بقية الأعضاء سيأتينا إن شاء الله في فصل في آخر هذه الفصول فيما يتعلق بالموالاة وصفتها. نعم. وكذا الترتيب إلا بينهما وبين الوجه. نعم. وكذلك الترتيب واجب بينها وبين الأعضاء بين الأعضاء جميعا كذلك إلا بينها وبين الوجه. طبعا قد يقول قائل لماذا ذكر الموالاة والترتيب مع أنه سيتكلم عنه بتفصيل؟ نقول المقصود لبيان أحكام المضمضة والاستنشاق وأن الموالاة واجبة بينها وبين باقي الأعضاء وبينها وبين نفسها بين المضمضة والاستنشاق وبينها وبين باقي الأعضاء وكذلك الترتيب. يهمنا هنا الاستثناء في قوله إلا بينها وبين الوجه. قوله هو إلا بينها وبين الوجه هذه ثلاثة أشياء بينهما وبين الوجه. بينهما المضمضة واحد، اثنين الاستنشاق، ثلاثة الوجه. فإن الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة ليس بواجب وإنما هو مسنون لأنه قال في أول كلامه وتسن بداءته بمضمضة ثم باستنشاق قبل غسل الوجه، فبين هذا الترتيب. ولكن لو خالف الترتيب بين الثلاثة جاز ولكن السنة خالفها. كيف يعني يقدم؟ قد يبدأ بالوجه ثم يأتي بالمضمضة ثم الاستنشاق يصح، قد يبدأ بالاستنشاق ثم المضمضة ثم الوجه يصح، وهكذا. فالمقصود الذي أردت التنبيه إليه أن قوله إلا يرجع المستثنى فينفي عنه الوجوب ويبقي الاستحباب، وقوله بينها وبين الوجه أن الترتيب بين الثلاثة ليس بين الاثنين سنة وليس بواجب، فيجوز تقديم الوجه وتأخيره وتقديم المضمضة وتأخيرها وتقديم الاستنشاق وتأخيره. نعم. ويسن استنثاره بيساره. نعم. قوله ويسن استنثاره بيساره، انظر معي أفرد الاستنثار لفائدة لطيفة وهي أن قوله ويسن الاستنثار بيساره أن قوله يسن يعود للفعل ويعود للصفة معا بخلاف المضمضة والاستنشاق، فإن السنية فيها للصفة دون الفعل. أشرح لك هذه الفكرة. الفقهاء يقولون الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق، استنثار سنة وليس بواجب، وأدلتهم على عدم وجوبه متعددة، ومن أحسن من جمع الأحاديث التي تدل على عدم وجوب الاستنثار أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التحقيق، فقد ذكر ألفاظا للحديث صريحة في عدم وجوب الاستنثار وأن الواجب إنما هو الاستنشاق، وهذه الألفاظ الصريحة تكون قرائن صارفة للوجوب فيما جاء واستنثر. طيب طبعا الحديث شرحنا ليس للأدلة وإذاك أنا أشرت فقط للكتاب إشارة. نعم. المذهب يقول إن الاستنثار سنة ولكن المضمضة والاستنشاق واجبة، وبناء على ذلك فقد أفرد الحديث هناك لأنه يريد أن يبين السنة في صفة المضمضة والاستنشاق وهو البداء بهما والترتيب، بينما هنا أراد أن يبين أن الاستنثار كله سنة فقال ويسن استنثاره فهو عائد للفعل، بيساره هذا عائد للصفة، فكلاهما مستحب. طيب ترك المسنون تارة يكون خلاف الأولى وتارة يكون مكروها، وكثير من الأحوال يبين الفقهاء حكم مخالفة المسنون وأحيانا يطلقون، ولإطلاقهم كلام سيأتي في محله. هنا لو خالف السنة فاستنثر بيمينه لا بيساره فإنه في هذه الحالة يكون مكروها، وممن نص على الكراهة ابن مفلح في كتاب الآداب، ولم أقف عليه في كتب الفقه وإنما ذكر الكراهة ابن مفلح في الآداب. فالاستنثار
باليمين مكروه لأنه مخالفة لسنة، وليس كل مخالفة مسنون يكون مكروها، وانتبه لهذه القاعدة، إنما قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى. نعم. ومبالغة فيهما لغير صائم وتكره له. نعم، قوله ومبالغة فيهما لغير صائم أي أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة إلا للصائم فتكره له، فهنا استثنى الصائم وبين حكمه، ليس الإباحة وإنما حكم المبالغة له الكراهة لورود الحديث. وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، ما لم تكن صائمة. ومبالغة في سائر الأعضاء. نعم، قال ويسن، قوله مبالغة أي ويسن، لأن المبالغة معطوفة على الاستنثار، ويسن المبالغة في سائر الأعضاء، وسيأتي صفة سائر الأعضاء في محلها. ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم. نعم، قال فالمضمضة المبالغة فيها أن يكون الإدارة في جميع الفم. الماء إذا دخل الفم لا يسمى مضمضة إلا إذا وجد فيه اثنين من ثلاثة: تحريك الماء ومجه. فإذا وجد اثنان من ثلاثة فإنه في هذه الحال، طبعا إدخال الماء وتحريكه ومجه، هذه هي الثلاثة. فإذا وجد اثنان من هذه الثلاثة فإنه يسمى مضمضة وإلا فلا. فإن أدخل الماء وحركه أداره في فمه ثم ابتلعه فيصدق عليه إدارة الماء في جميع الفم، وإن أدخل الماء ثم أخرجه فقد أدار الماء في بعض فمه، لأنه أدخله ثم أخرجه، ففيها نوع إدارة، لكنه وإن لم يكن مستوعبا لجميع الفم. ولذلك فإن كمال المضمضة الإتيان بالثلاث: إدخال الماء وتحريكه ومجه، وأن يكون تحريكه في جميع الفم. وما زاد عن ذلك فإنه من باب غير المشروع كالغرغرة وغيرها. وفي استنشاق جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف. قال وفي الاستنشاق السنة في كمال الاستنشاق أن يجذب، يعني بشهيق، الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. المراد بأقصى الأنف هو ما جاوز ما لان من الأنف، هذا هو المقصود بالأنف في أقصى، لأن هذا هو الذي يلزم تنظيفه، وما زاد عن ذلك فإنه يكون زائدا عن المسنون. والواجب أدنى إدارة وجذب الماء إلى باطن الأنف. نعم، قوله والواجب أي في المضمضة أدنى إدارة، وقد مر معنا أن أقل إدارة إدخال الماء ومجه مباشرة، وأما إدخاله وبلعه فليس فيه إدارة، لأن مجراه يكون واحدا ليس فيه ذهاب وعود، ولكن من أدخله وأخرج فإنه يكون شاربا للماء فلا يجزئه حين ذاك. قال وفي الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف، يعني إيصال الماء إلى باطن الأنف. ما يلزم النفس، انظر معي، لا يلزم النفس ولا يلزم الاستنثار، وبناء على ذلك فلو وصل الماء إلى أنفه بمنديل أو بيديه أجزأ، وقد ورد في ذلك أثر عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس. فلا يكفي وضع الماء فيه فيه بدون إدارة ثم بلعه ولفظه. قال فلا يكفي له وضع الماء في فيه بدون إدارة ثم له بلعه ولفظه، فلا بد من الإدارة، إذ لو لم تكن فيه إدارة فإنه يكون شربا، فإن أداره له أن يبلعه، لا يلزم إخراج الماء، فله بلعه وله لفظه، يجوز البلع ويجوز اللفظ، ولكن الكمال أن يكون فيه لفظ ليصدق عليه المضمضة. ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ولا الاستنشاق صعوطا. قوله ولا يجعل المضمضة وجورا ولا الاستنشاق صعوطا، الوجور هو التنقيط، فلا ينقط في فمه ولا ينقط في فيه، فإن هذا غير مجزئ. هنا معنا ضبطت الكلمة بالفتح وجور وسعوط، وهو صحيح، فإن الوجور والصعوط يصدقان على الاسم وهو الماء، فيكون الماء حينئذ وجورا وصعوطا، ولكن لو قيل إنها بالضم لكان أفصح، لأن المقصود هو المصدر، فنقول الوجور والصعود، فلا يجعل المضمضة المضمضة، من لم يقل الماء فقال ولا يجعل المضمضة وجورا، فتكون أنسب أن تكون مصدرا، والعموم الأمر سهل جدا في هذه المسألة. هنا مسألة في قوله ولا يجعل المضمضة أولا، كلمة أولا في الحقيقة أن هذه كلمة مشكلة، ويعني ما هي الفائدة التي فيها لم يظهر، إذ
يعني أذكر سألت أحد المشايخ عليه رحمة الله هل لها فائدة، فتأملها فلم يجد لها فائدة، وقد كانت مشكلة منذ القدم إلى أن يسر الله عز وجل. طبعا المؤلف تبع فيها صاحب الفروع الفائدة في هذه الكلمة بنصها، والمؤلف ينقل من الفروع كثيرا ويزيد على التنقيح، كما أنه ينقل من المستوعب أيضا، إلى أن طبع مؤخرا شرح أو حاشية ابن نصر الله على الفروع. فقال ابن نصر الله على الفروع ما نصه: لم تظهر لي فائدة قوله أولا. فإذا كان ابن نصر الله لم يظهر له ذلك، فمشايخنا الذين لم يظهر لهم ذلك أولى، فلعلها كلمة زائدة أوردها ابن مفلح ثم أوردها من بعده هكذا. يعني لم يظهر، ما معنى كلمة أولا؟ لم يظهر فائدة فيها. والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به. نعم، قوله والمبالغة في غيرهما أي في غير المضمضة والاستنشاق يكون بدلك المواضع التي ينبو عنها الماء، يعني يجفو عنها الماء ولا يكون يصلها الماء، وعركها به. فقوله عركها هي زيادة تأكيد على الدلك، وأن الدلك يكون بالماء لا بمجرد الدلك باليد أو بحائل ونحوه، بل لا بد أن يكون مع الماء. فصل. نعم، هذا الفصل يتعلق بالركن الأول من أركان الوضوء وهو غسل الوجه. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم، بدأ في هذا الفصل بالحديث عن الركن الأول من أركان الوضوء وهو غسل الوجه، قال ثم استحبابا، طبعا ثم لأن الأصل هو هذا هو الركن الأول الذي يبدأ به وهو الترتيب هنا، ثم تفيد الترتيب من باب الاستحباب. يغسل وجهه، وهذا في القرآن غسل الوجه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثلاثا، الاستحباب الثلاث. شرع بعد ذلك ببيان حد الوجه، وهذا الحد يرجع فيه إلى اللغة لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. قال من منابت شعر الرأس، يصح سكون العين وفتحها في الشعر، والأفصح فتح العين، وإلا فكلا الضبطين صحيح. من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حدر من اللحيين والذقن طولا. يقول الشيخ إن الوجه يبدأ في الطول، من الطول يعني من أعلى نقطة إلى أسفل نقطة، يبدأ من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد. عادة الناس من أين ينبت شعرهم؟ يكون من الانحناء اليسير الذي يكون في أعلى الجبهة، هذا بدء العلو. ولذلك العلماء يقولون عادة أي المعتاد، قال ولا عبرة بالأفرع الذي ينزل شعره على جبينه، ولا بالأقرع الذي ينبو شعره عن رأسه فيكون بعض رأسه حاسرا لا شعر فيه، وإنما العبرة بالمعتاد. وذلك قال المعتاد غالبا، باب التأكيد عند عموم الناس، مع من حدر من اللحيين. اللحيان هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، وهذان اللحيان هما الذي تنبت عليها الأسنان بدءا من الأضراس إلى الثنايا، كله يسمى لحيان، إلى الثنايا تسمى لحية أو اللحيان. نعم، والذقن طولا، يعني يدخل فيه كذلك الذقن الملتقى، وهو هذا ملتقى اللحيين والذقن، وهو هذا، لأن الذقن هو مجمع اللحيين. قال ومن العرض ومن الأذن إلى الأذن، فالأذنان ليس من الوجه ولكن ما بعد الأذن من البياض، فالبياض هنا يدخل إلى البياض الذي بعد الأذن. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من جهة عرض الوجه، وأما الأذنان فليستا من الوجه. نعم، فيدخل فيه عذار. نعم، بدأ يذكر مصنف الشعر الذي يكون في الوجه ويدخل في الوجه، والشعور التي في الوجه كثيرة جدا، بعضهم يقول 13 وبعضهم يزيد، حتى أوصلها بعض المتأخرين منهم الشيخ عثمان إلى 19 شعرا موجودا في الوجه، أريدها الآن وسيتكلم عنها المصنف أين محلها. نبدأ بالعلو أو بالسفل. نبدأ أول شيء نقول شعر الذقن، الذقن هذا له شعر، واللحيان لهما شعر يسمى العارضان، والعذارين سيتكلم مصنف بعد قليل في بيانهما، والعارضين كذلك، والحاجبين، وأهداب العينين وهي 4، وشعر الخدين، والعنفقة، والشارب، والسبالتان وهما أطراف
الشارب من جهة الفم من اليمين والشمال. هذه 19 نوعا أوردها الشيخ عثمان في حاشيته. بدأ المصنف في بعض الشعر الذي يكون في الوجه، قال: فيدخل فيه عذار، وفي الوجه عذاران من اليمين والشمال. بدأ يبين ما هو العذار، قال: وهو، أي العذار، قرأتها، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن. نعم، قال: وهو، أي العذار، الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن. هذا العذار قد يخرج في الرجل وقد يخرج في المرأة، ليس خاصا بالرجل مثل اللحية، ولكن قد يكون فيهما معا. فإن لم يكن فيه شعر فإنه يجب غسل ما تحته وهو الجلد كما تعلمون، لكن إن كان فيه شعر فيجب غسل ظاهره. قال: العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن. صماخ الأذن هو خرق الأذن، شق الأذن، هذا يقابله عظم ناتئ، هنا يفصل بين الأعلى الرأس وأسفله. هذا العظم الناتئ الشعر النابت عليه يسمى عذار. قال: فيدخل فيه عذار، وهو الشعر النابت على هذا العظم الناتئ الذي يكون أمام الأذن. شوف، هذا الأذن أمامها عظم ناتئ، في الجميع، كل الناس في عظم ناتئ هنا أعلى الفك، يعني أعلى الفك العلوي تقريبا، هذا العظم لكل الناس يكون ناتئا، هذا يسمى عذارا. نعم، هذا الشعر الأول. النوع الثاني: وعارض. قال: وعارض، وهو الشعر الذي يكون أسفله، فالعذار قصير فهو العظم الناتئ، ما دونه يسمى عارض، هذا عارضان، قلنا عذاران وعارضان أسفل منهما، فالعارض يكون تحته إلى الذقن. قال: والعارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن، إلى هنا، إلى الذقن، وهو أسفل التقاء اللحيين، كل هذا يسمى عارضان. نعم. ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. نعم، قال: ولا يدخل صدغ، والصدغ من الرأس وليس من الوجه، والدليل على أنه من الرأس وليس من الوجه الحديث الذي رواه أبو داود من حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه، فجعل الصدغين ملحقين بالرأس لا بالوجه. ما هما صدغان أو الصدغ؟ قال: وهو الشعر، أو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، يعني أنه يحاذي مقدمة الأذن، أعلى الأذن، يحاذي رأس الأذن، يحاذي هذا رأس الأذن التي هو أعلى أذن الإنسان، لكن دون العذار، يعني بينه وبين العذار، وينزل عنه، أي وينزل عن رأس الأذن قليلا. فهذان الجانبان أو آخرهما يسمى صدغ، هذا يسمى صدغ الذي ألمسه الآن، وذلك دائما الصداع يكون في الصدغ، الذي يأتيه الصداع هنا في عرق، هذا دائما الأصداغ هي التي يكون فيها عرق ينبض يحدث فيه الصداع. نعم، إذن قوله وينزل عنه أي عن رأس الأذن قليلا، فيكون عند محاذ لرأس الأذن وينزل عنه إلى أن يصل للعظم الناتئ، ولكن العظم الناتئ ملحق بالوجه. نعم. ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهى العذار. نعم، قال: ولا تحذيف، هذا النوع الرابع أظن أو الخامس نسيت الآن، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار. الصدغ قلنا هو هنا يزيد عنه بعض الشعر الذي ألمسه الآن لكم، هذا يسمى التحذيف، وذلك التحذيف والصدغ ملحقان بالرأس وليس من الوجه، فالتحذيف ملحق بالصدغ، وقد ينحسر عند بعض الناس وينقص إذا طال عمره، ينقل شعره من جهته، وفي أول شبابه يكون التحذيف فيه شعر كثير. قال: ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبينين، لم يصل الجبين ولكنه خارج إليه، في جانبي الوجه من اليمين والشمال بين النزعة ومنتهى العذار. نعم. ولا النزعتان، وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس، وهما جانبا مقدمه، بل جميع ذلك من الرأس. نعم، قال: ولا النزعتان، يصح بسكون الزاي وبتحريكها بالفتح، النزعتان، ولا النزعتان، ولا النزعتان، كلاهما صحيح، لغتان صحيحتان. قال: وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس، فود الرأس هما جانب مقدمتيه، يعني قد ينحسر الشعر بعض الشيء، فهذا تسمى النزعة، بل جميع ذلك من الرأس، فيمسح معه. قوله بل جميع ذلك يعود إلى الصدغ وإلى التحذيف، ويعود إلى النزعتان،
فكل ذلك من الرأس فيجب مسحه. وسيأتينا إن شاء الله أنه يمسح الصدغين ويمسح بعد ذلك التحذيف الذي بجانبه ويمسح أيضا النزعتان التي هي هذه، فيمسح إلى حد إلى هذا الحد كله يكون داخلا في الوجه في الرأس عفوا، فيمسح يدخل في الوجه. إذن آخر شيء النزعتان هذا حدها، بعض الناس ينبت له شعر وبعضهم لا ينبت. نعم. ولا يجب بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ولو أمن الضرر، بل يكره ولا يجب من نجاسة فيها. قوله ولا يجب غسل داخل عين لحدث، يعني أن من أحدث حدثا ثم أراد أن يتوضأ أو يغتسل لا يجب عليه أن يغسل داخل عينيه، لأن عندنا قاعدة أن الوضوء والغسل إنما يكون للظاهر ولا يكون للباطن، هذه قاعدة. وباطن العين الفقهاء يقول هو من الباطن وليس من الظاهر، بخلاف تجويف الفم وبخلاف تجويف الأنف، فإن تجويف الفم وتجويف الأنف من الظاهر وليس من الباطن، وذلك تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، بينما العين تجويفها من الباطن. وهذه لها أحكام كثيرة جدا، فإن هناك أحكاما اختلف أهي من الظاهر أم من الباطن، قد يأتي محلها إن شاء الله فيه أو يأتي ذكرها في محله أو سبق بعضها في الاستنشاء، ويأتي أيضا غيرها في محله إن شاء الله. إذن قوله ولا يجب غسل داخل عين لحدث عرفنا صورته، بل يكره سيأتي بعد قليل، ولا يجب من نجاسة فيها، يعني لو وقعت فيها نجاسة مثل أن يعني أي نجاسة تقع في العين، فإذا وصلت إلى داخل تجويف الفم تجويف العين فلا يجب غسلها لأجل ذلك، مثل أن يقطر فيها بخمر، لو قطر فيها بخمر هذه نجاسة، لا يجب غسل الخارج وإنما لا يجب غسل الداخل وإنما يغسل الخارج فحسب. هذا الحكم الكلي للمسألة، نرجع لها على سبيل التفصيل في كلام المصنف. قوله ولا يجب، قال بل ولا يسن. قوله ولا يسن فيها إشكال، لأنه لا فائدة منها، لأنه قال لا يجب بل ولا يسن ثم قال بل يكره، كل شوي يؤكد لنا بل 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 بل، وإذاك لو اكتفى بواحدة لكفى، فلو قال ولا يجب بل يكره لكفى، فإن كثرة الكلام في المختصرات غير مناسب. نعم مقبول في الشرح والبسط، ولكن المختصرات يعاب عليهم زيادة حرف، فقوله بل ولا يسن ثم قوله بعد ذلك بل يكره، الكراهة هي عدم سنية وزيادة فهي أولى، وهذا هو الأقرب. طيب المسألة الثانية في قول المصنف ولو أمن الضرر، مر معنا أن قوله ولو لإشارة لخلاف، وهذا فيها خلاف، فإنه قد جاء في رواية عن أحمد، هذه الرواية هي ظاهر كلام صاحب المقنع أنه يجب غسل داخل العين عند الحدث إلا في حالة واحدة إذا خشي الضرر، فقوله ولو هذه إشارة لرواية في المذهب هي ظاهر كلام صاحب المقنع، نبه على هذه الرواية في الإنصاف. نعم. قال ولا يجب من نجاسة فيها، أي في العين، يعود فيها الضمير يعود إلى العين. نعم. والفم والأنف من الوجه. نعم، هذا الذي ذكرته قبل قليل، أن الفم والأنف المراد بالفم ليس الخارج وإنما تجويف الفم وتجويف الأنف، والمراد بالأنف ما لان منه دون ما كان بعد ذلك وهو المكان العظم، وإن مقصود ما لان منه هذا من الوجه، فيجب غسله في الوضوء وفي الغسل وفي الغسل. فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم، هذا صريح جدا، وبناء على ذلك فلما نقول إنها من الوجه فيكونان داخلين في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهي من الوجه، ولا نقول إنها من باب الزيادة على النص، لا نقول إن السنة زانت على النص وإنما بينت النص، فرق بين الزيادة وبين الزيادة وبين البيان، فهذا من باب البيان. نعم. ويسميان فرضين. نعم، قوله يسميان فرضين، هذه المسألة يعني أشرت لها بالدرس الماضي، قلت لكم أن الفرض مرادف للواجب، لكن الفرض أحيانا يطلق على معنى مغاير للواجب وهو الواجب المؤكد. ومتى نسميه فرضا؟ إذا وجد فيه أحد أمرين، إما أن يكون وجوبه قد ورد في كتاب الله، أو أن يكون وجوبه بمعنى أنه ركن في الفعل أو ركن في الشيء لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان. وبناء على ذلك
فبالمعنى الثاني، ركز معي، فهو بالمعنى الثاني يسمى فرضا لا بالمعنى الأول، أليس كذلك؟ إلا بالمعنى الثاني، ليس بالمعنى الأول. المعنى الأول ليس في القرآن، لم يرد النص صراحة عليه في القرآن. لماذا قلت لك هذا المعنى؟ لأن الإمام أحمد نص على عدم تسمية المضمضة فرضا، فقد روى أبو داود أن أحمد قال المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضا، لا يسمى فرضا إلا ما في كتاب الله، إلا ما في كتاب الله، يعني صراحة نصا صريحا. ولذلك لما قال الفقهاء هنا ويسميان فرضين، يعني هو ليس القرض يعني أن المسألة هكذا لا فائدة منها، لا، هم يقولون إن أحمد وإن قال لا نسميها فرضا فهو باعتبار المعنى الأول أنه لا بد أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله، لكن بالاعتبار الثاني أنهما لا يسقطان سهوا ولا نسيانا فإننا نسميهما فرضا. وإن كان كل الشراح تتابعوا عند شرح هذه الكلمة على أن المراد المؤلف بها، ومن سبق المؤلف، المؤلف مسبوق، أن مراده أن الفرض والواجب مترادفان، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد تبيين نصوص أحمد وكيف يوجه كلام أحمد في المسألة. ولا يسقطان سهوا، وضحناه قبل قليل بأنهما فرضان، نعم. ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا. نعم، هنا يقول الشيخ ويجب غسل اللحية. قوله غسل اللحية مراده غسل ظاهرها، الشعور التي في الوجه يتعلق الغسل بثلاثة أشياء، إما الظاهر أو الباطن أو الأصل، ثلاثة أشياء. وانتبه لهذه الأشياء، وستأتينا إن شاء الله في الغسل في الجنابة، سنكررها في غسل الجنابة في الرأس. هنا في الوضوء غسل الظاهر والباطن، والثالثة الأصل. غسل الظاهر هو الشعر الذي يراه الناس، هذا يسمى ظاهرا. غسل الباطن الشعر المقابل الذي لا يراه الناس، الذي لا يرى فليس مواجها. الأصل هو البشرة. إذن انتبه، هي ثلاثة أشياء، ليست ظاهر وباطن فحسب، بل ويوجد أصل. قوله ويجب غسل اللحية مراده يجب غسل ظاهر اللحية، هو الواجب. وأما الباطن وأما أصل اللحية فسيذكر المصنف أنهما ليس واجبين، بل قد يكون غير مشروع في بعض الصور كما سيأتي بعد قليل. إلى الآن هذه الجملة الأولى فانتبهوا لها في قوله ويجب غسل اللحية. قال وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا، هذا الذي يسميه العلماء المسترسل من اللحية. اللحية إذا استرسلت زادت عن حد الوجه، وعرفنا طوله وعرضه، فهل المسترسل يأخذ حكم الأصل أم لا؟ نقول فيها روايتان في المذهب، والمشهور عند المتأخرين أنه يجب غسل ظاهر المسترسل ولو طالت، ولو كانت طويلة يجب ذلك. قالوا لأنه يدخل في الوجه، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، وما استرسل من اللحية داخل في مطلق هذا المناط، فيجب غسل ظاهره، وهذا معنى قوله وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا. سيأتينا إن شاء الله اليوم، إن شاء الله نمد الوقت، أن مسترسل شعر الرأس لا يجب مسحه، وإنما يمسح شعر الرأس إذا كان طويلا كالمرأة إلى حد نهاية الرأس، وأما الرقبة وما دونها فلا يمسح. لماذا فرقنا بين هذه وتلك؟ نقول فرقنا بينهما لأن مسترسل الوجه يدخل في مناط المواجهة فيسمى وجها، وأما مسترسل الشعر فلا يسمى رأسا، إذ الرأس ما ترأس وكان عاليا على الشيء وما نزل عن حده فلا يسمى ولا يدخل في مسمى الرأس. وهذا من باب، انظر هذا التعبير، وهذا من باب التقدير باللغة. فقلت لك دائما المقدرات يرجع للنص، لم يوجد في اللغة، لم يوجد نرجع إلى العرف، فحيث لم يوجد في النص فنرجع لدلالة اللغة في حد الوجه ودلالة اللغة في الرأس، فأخذنا الفرق بينهما. وهذه من المسائل المتعلقة بالفروق، فقد يستشكل بعض الناس يقول إن المسترسل شعر الرأس ومسترسل شعر اللحية الواجب أن يكون حكمهما سواء، وهذا رواية أخرى رجحها ابن رجب أن مسترسل شعر اللحية لا يجب غسله، لا يجب غسل ظاهره كمسترسل شعر الرأس لأنه زائد عن حد الوجه، ولكن من فرق بينهما فلأجل هذا الفرق. ويسن تخليل الساتر للبشرة منها. نعم، يقول الشيخ إن الشعر نوعان، إما أن يكون كثيفا وإما أن يكون خفيفا، والخفيف مثل الزغب الذي يبان يعني يظهر
لون البشرة تحته، والكثيف هو الساتر. إذن قوله ويسن تخليل الساتر للبشرة، يعني شعر الكثيف ضابطه أن يكون ساترا للبشرة لا يرى لون البشرة تحتها منها، يسن تخليله. إذن يسن التخليل، وسنذكر الفرق بين غسل الباطن وبين التخليل بعد قليل. التخليل سنة ورد فيه أحاديث كثيرة جدا، مجموعها يدل على استحباب التخليل. أورد المصنف سورتين، أول سورة للتخليل اللحية، نعم، بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها. نعم، يقول السنة أن يجعل كفا من ماء ويجعله تحت ذقنه، تحت الذقن، من تحتها أي من تحت اللحية، من الذقن، جهة الذقن، ثم بأصابعه مشتبكة، أي الأصابع فيها تشتبك باللحية، تدخل باللحية، فحينئذ يغسل الباطن. هذه الصورة الأخرى، الأولى. الصورة الثانية، أو من جانبيها ويعركها وكلا. نعم، يأخذ كف ماء بيديه ويدخلهما بجانبيها هكذا، فيدخل على العارضين، على الذقن أولا ثم العارضين بهذه الصورة، فيحركها فيكون قد خلل باطنها، ليس إيصال الماء للجلد وإنما إيصال للباطن وهو الشعر الذي لا يرى في أسفله. نعم، وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى. نعم، يقول وكذلك يجب غسل العنفقة، والعنفقة هي هذه اللحية، الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن، هذه الشعرات تسمى عنفقة، والعنفقة عندهم ملحقة، حكما عند فقهائنا ملحقة باللحية فلا تحلق، يمنع من حلقها. قال وشارب، شارب معروف الذي يكون فوق الشفة السفلى، وأما السبالتان فالمذهب أنها ملحقة بالشارب فيستحب حفه، يستحب حفه. قال وحاجبان، معروف الحاجب، ولحية امرأة إن وجد، وخنثى فيجب غسله، فكل السابق يأخذ حكم شعر اللحية. نعم، ويجزئ غسل ظاهره. نعم، قوله ويجزئ غسل ظاهره، فإنه هذا هو الواجب، والتخليل مستحب، وأما الباطن فسيأتي حكمه بعد قليل. ويسن غسل باطنه. نعم، عندنا قوله ويسن غسل باطنه، هناك أمران أو ثلاثة أمور. الظاهر انتهينا أنه واجب، يعني لا يحتاج منازعة. بقي عندنا أمران، عندنا غسل الباطن وعندنا تخليل الباطن. غسل الباطن وتخليل الباطن. المصنف قال أولا يستحب تخليل اللحية، هذا تخليل الباطن، ثم قال بعد ذلك ويسن غسل باطنه، ففرق بين تخليل الباطن وبين غسل الباطن، فجعل كليهما مسنونا. أما التخليل كونه مسنون لا شك فيه، وأما غسل الباطن فتعبير المصنف بأنه يسن فيه نظر على ما استدركه هو على صاحب التنقيح، لأنهم عللوا استحباب غسل باطن اللحية بمراعاة خلاف الشافعي حيث أوجبه، فالشافعي يوجب غسل باطن اللحية، فقالوا مراعاة لخلاف الشافعي، فيكون ليس للنص كالتخليل وإنما مراعاة للخلاف، فالأولى أن يقول يندب. هذا الملاحظة الأولى على كلام المصنف. الأمر الثاني أن صاحب الإنصاف قال الصحيح من المذهب أنه يكره غسل باطن اللحية، هذا كلام المصنف، كلام صاحب الإنصاف، عفوا كلام صاحب الإنصاف. وكيف نجمع بين كلامه وكلام المصنف؟ هنا لنا طريقتان في الجمع، إما أن نقول أن المصنف خالف الصحيح فنقول الصواب ما في الإنصاف، وهو أن غسل باطن اللحية مكروه وهذا متجه، وإما أن نقول، شوف التوجيه الثاني وهذا وجدته لبعض المحشين المتأخرين، أنهم يقولون يسن غسل باطن الشعور في الوجه إلا اللحية، فيستثنون اللحية، فإن باطنها يكره. وعلى كلا الحالتين عبارة المصنف مشكلة، يعني يجب أن تجعل لها قيدا أو تقول إن عبارة المصنف تخالف الصحيح للصحاح وصاحب الإنصاف. وأنا أكرر ربما ذكرته أو لم أذكره، المؤلف سئل سؤالا وهذا السؤال مطبوع، ما رأيك فيما إذا خالف كتابك ما في التنقيح؟ قال المعتمد ما في التنقيح، فإنه قد ألفه عن تحقيق أو نحو عبارة المصنف. فعندما نقول إن صاحب الإنصاف صحح، تصحيح صاحب الإنصاف والتنقيح مقدم على تصحيح المؤلف، لأن هذا التصحيح التزامي وتصحيح صاحب الإنصاف صريح، صاحب الإنصاف بناه على جرد الكتب
وطريقته في معرفة المذهب أدق من طريقة المتأخرين، فإنهم يعتمدون كتابا أو كتابين يبنون عليه صحة المذهب. نعم. وأن يزيد في ماء الوجه. نعم، يعني يستحب له أن يزيد في ماء الوجه عن غيره من الأعضاء. نعم. والخفيف يجب غسله وما تحته. نعم، قوله هو الخفيف النوع الثاني، لأن قبلها الكثيف، وضبط الكثيف بأنه الساتر للبشرة، فالخفيف هو الذي يصف البشرة أو توصف البشرة وترى تحته. قال يجب غسله، أي يجب غسل الشعر ويجب غسل البشرة معا، فيجب غسلهما معا كليهما. وبناء على ذلك فلو كان بعض شعر وجهه كثيفا وبعضه خفيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وغسل الخفيف مع البشرة التي تحته. نعم. وتخلل اللحية عند غسلها. قال فيجب غسله وما تحته، أي ما تحت الشعر. نعم. وتخلل. وتخلل اللحية عند غسلها. نعم. نعم كمل. وإن شاء إذا مسح رأسه نصا. نعم، هذا رجع للتخليل، متى يستحب التخليل؟ قال إنه له موضعان كلاهما يجوز فيه، عند الغسل، عند غسل اللحية يعني عند غسل الوجه. قال وإن شاء أن يؤخر التخليل لحين مسح الرأس. قوله نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقل عنه أبو الحارث أنه قال أن أحمد قال في مسألة تخليل اللحية إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه. فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا حتى أظافره. نعم. ولا يضر وسخ يسير تحتها. نعم، هذا الفصل يتعلق بالركن الثاني من أركان الوضوء وهو غسل اليدين. قوله ثم يدل على الترتيب وهو واجب، هنا ثم للوجوب بخلاف الفصل الأول فإنها للندب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، قوله إلى هنا بمعنى مع، وإنما أتى بإلى الموافقة للقرآن. ثلاثا استحبابا، حتى أظافره أي يجب، لأن الأظافر ملحقة باليدين لأنها متصلة به. قوله ولا يضر وسخ يسير تحتها، الضمير يعود إلى الأظفار، فإن الوسخ إذا وجد تحتها فإنه لا يضر. قال ولو منع وصول الماء، أي ولو كان ذا جرم وحائل يمنع وصول الماء إلى ما تحت الأظفار، ولأن هذا مشقة والمشقة يعفى عنها. وقول المصنف هنا ولو أيضا إشارة لخلاف المسألة، فقد جاء عن ابن عقيل أو اختار ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل، وقدم هذا القول ابن اللحام في قواعده، ومثلهم الفخر ابن تيمية في التلخيص، أن ما يكون تحت الأظافر من أوساخ إذا كان يمنع وصول الماء فإنه لا تصح الطهارة، فهذا هو الخلاف الذي أشار إليه المؤلف. نعم. وألحق به الشيخ كل يسير منع، حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. نعم، قوله وألحق به الشيخ، المراد بالشيخ الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وهذا المصطلح تسمية الشيخ تقي الدين بالشيخ شهر عن المؤلف موسى، وممن أورده قبله القاضي علاء الدين المرداوي في كتاب التصحيح. فالمرداوي في التصحيح إذا أطلق الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين، بينما في كتابه الإنصاف إذا أطلق الشيخ فيقصد به الموفق ابن قدامة. فمن أول من أطلق كلمة الشيخ على الشيخ تقي الدين بحيث تكون أل هنا عهدية هو القاضي علاء الدين في التصحيح وليس في الإنصاف، فانتبه لهذا القيد فإنه مهم. وأما قبله فقد كان يطلق لفظ الشيخ على الموفق ابن قدامة رحمهم الله تعالى. قال وألحق به الشيخ كل يسير منع، أي منع وصول الماء إلى البشرة، حيث كان من البدن، أي في أي موضع وحيث وجد ذلك اليسير المانع من وصول الماء في البدن، في غسل أو في وضوء. ثم ذكر أنواع ذلك المانع، وليس أنواع البدن أو مواضع البدن، وإنما ذكر تلك المواضع. قال كدم، مثل أن يوجد دم يسير متيبس لا يلزمه إزالته لأنه يسير، وعجين عندما يعجن الشخص العجان فيبقى في يديه في أظافره أو في غيرها بعض العجين، ونحوهما مثل الطلاء الآن، مثل بعض الأشياء التي تكون على اليد. ثم قال واختاره، أي واختار الشيخ تقي الدين هذا القول. طبعا واختار واختار العفو، أيضا هنا إشكال، لأنه قال وألحق واختار، فكأنها تكرار، ولذلك هذه الجملة نقلها بنصها في الغاية وحذف كلمة واختاره لأنها تكرار لا فائدة لها. عندي هنا بس فائدة في قضية واختاره، كلمة اختار عند الفقهاء إذا أطلقت تختلف عن الترجيح، فرق بين رجحه وبين اختاره، فإن الاختيار هو أن يحكيه عن نفسه،
والترجيح هو أن يحكيه عن غيره بناء على قول أكثر أو قاعدة. ولذلك ذكر في مقدمة الإنصاف في مقدمة الإنصاف الألفاظ التي يعبر بها الموفق عن اختياره هو. أقول هذه الجملة لماذا؟ لأن كثيرا من الشباب المعاصرين الذين يبحثون في اختيارات فلان وفلان لا يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح، وهذا خطأ كبير جدا. يعني على طريقة الفقهاء أن الاختيار يختلف عن الترجيح، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد جرى اصطلاح المتأخرين على أن الاختيار يطلق على ما رجحه أو انتصر له الشيخ تقي الدين خاصة، فلا يطلق كلمة الاختيار إلا على ابن تيمية غالبا. ومن أول من خص ابن تيمية بهذا الاصطلاح الجراعي في تلخيصه للفروع، وتلخيص الفروع مطبوع، واسمه ماذا؟ اسمه غاية المطلب، هو تلخيص الفروع. لخص الفروع واقتصر على أهم المسائل واقتصر على أقوال الشيخ تقي الدين، وهذا يدلنا على مكانة وأهمية اختيارات الشيخ. فإذا كان من أوائل المختصرات غاية لشيخ المذهب وإمامهم في وقته الجراعي، إذا قال وهو المختار فيقصد المختار ما اختاره الشيخ تقي الدين اختصارا، فأصبح هذا الإطلاق على كلام الشيخ ليس من باب الدلالة اللغوية وإنما من باب الوضع الاصطلاحي. نعم. ويجب غسل إصبعين. إذا فعل ذلك فنقول واختاره، نقول ليست زائدة باب يعني التوضيح يعني التأمل وإن كان تكلف، وإنما نقول مراد المصنف أن الاختيار يكون مختصا بالشيخ حين ذاك، فنكون باب التوجيه لكلام الشيخ. ولكن على العموم هذا كلام بشر، وكلام بشر كله يحتمل الصواب والخطأ إلا ما كان من الله عز وجل أو تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. سم. ليس لازم. نعم، قد يقول مذهب باعتبار قول الأكثر، قد يختاره وقد يوافقه، لأن إذا قال وعندي وهكذا من ألفاظ الموفق. ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض. نعم، أو غيره. مسألة يعني نادر لكن نذكرها كما ذكر المصنف. قال ويجب غسل إصبع زائدة، إذا خرجت للشخص إصبع زائدة سادسة في يده يجب عليه غسلها، لأن الإصبع تكون مثل الثالول ومثل الورم الذي يخرج في اليد فتأخذ حكمه، وهذا ما دام قد نبت في محل الفرض فإنه يجب غسله. قال ويد، يد هذه معطوفة على إصبع، أي ويجب غسل يد أصلها في محل الفرض. ما معنى قوله أصلها؟ يعني أن هذه اليد يد زائدة، ليست يدا الأولى وإنما يد زائدة أصلها، أي نبت أصلها في محل الفرض. صورة ذلك أمثلة كثيرة، مثل رجل في عضده من العضد، خلنا نقول مثلا في مرفقه خرجت يد أخرى، فهذه نبتت في محل فرض الوضوء. في محل فرض الغسل لو أنه قد نبتت له يد، يعني فيه عيب خلقي لما ولد إذ به له يد ثالثة، نبتت له يد من جهة المفصل العضد الذي هو المنكب، فحينئذ نقول هذا هو الأصل محل الفرض، فيجب عليه غسلها في الجنابة. ولم تتميز وإلا فلا. نعم، قوله أو غيرها ولم تتميز، يعني نبتت في غير محل الفرض ولكنها لم تتميز. شك أهي في محل الفرض، أهي اليد عفوا، شك أهي اليد الأصلية أم الثانية هي اليد الأصلية، أهي القدم الأصلية أم اليد الأخرى الأصلية، وإلا فلا. وعلى العموم الآن أمر سهل جدا، الأطباء يعرف اليد الأصلية بحيث التصوير بالأشعة وغيرها، وغالبا تزال في سن مبكرة. قوله وإلا فلا، أي وإن لم تكن قد نبتت في محل الفرض، هذا القيد الأول، وإن لم تكن غير متميزة فإنه لا يجب غسلها، يعني نبتت في غير محل الفرض وكانت متميزة أنها ليست يده، فحينئذ لا يجب غسلها. نعم. ويجب إدخال المرفقين في الغسل. نعم، قوله ويجب إدخال المرفقين لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هذه الآية وإن كانت إلى انتهاء الغاية لكن في توجيه أمران، قيل إنها تكون بمعنى مع إذا كانت في المتصلات، وقيل إنها محتملة فتكون من باب المشترك اللفظي، وقد جاءت السنة في بيان المراد به، وقد جاء في حديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده فأدار يده على منكبه لما غسل ذراعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن خلقتا بلا مرفقين، يعني يد إنسان شخص لا مرفق له، نعم، غسل إلى قدرهما في غالب الناس، نعم، يقدر تقديرا كم طول المرفق فيغسل إلى قدر المرفق، واضح، نعم، هذه مسألة قليلة. فإن تقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع، طيب هذه مسألة فقط أنا سأتكلم عن تقلعت، لأن وجدت بعض المحشين القدامى من فقهاء المذهب أشكلت عليه معنى تقلعت، فظن أن تقلعت بمعنى أنها انجرحت ثم أصبحت منقلعة وبقي أطرفها. قولهم تقلعت مرادهم في هذا الموضع أي ترهلت، أصبح الجلد مترهلا، كأن يكون الشخص مثلا على سبيل المثال سمينا ثم نحف، فإنه يترهل جلده. قوله وإن تقلعت أصبحت متقلعة، يعني ترهلت، لا ليس معناها أنها انجرحت ثم انفصلت، لا لا، الفهم هذا الذي وقع فيه بعض المحشين المتأخرين وهو الخلوتي أوقعه في إشكال قد أريده بعد ذلك. هنا تقلعت معنى ترهلت، فهي من الجهتين متصلة، من العضد حتى تدلت من الذراع، يعني العضد هو هذا وهذا هو الذراع، فأول الترهل كان هنا وآخر الترهل في الذراع، فكلا الجلدتين مترهل من الجلدتين. قال وجب غسلها، أي وجب غسل المترهل كالإصبع الزائدة، لأن أحد الطرفين في الترهل في محل الفرض. طبعا هنا حديثنا كله في الوضوء، أما في الغسل فإنه في محل الفرض. نعم. وإن تقلعت، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت. نعم، قوله وإن تقلعت من الذراع يعني أصلها من الذراع لكن انفصلت هنا حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت، لأن أصلها الجلد هنا لكن الانفصال من هنا بجهة العضد فإنه لا يجب غسلها، واضح. وإن تقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها. نعم، وهذه واضح، إن تقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر أي بالمحل الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من الظاهر فقط دون ما عداها. والمتجافية منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين. نعم، أي وغسل المتجافي منه، أي من المتجافي من المحاذي المحل الفرضي من باطنها وغسل ما تحته لأنها كالنابتة في المحلين. نعم، تأخرنا شوي، تفضل. فصل. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. نعم، هذا هو الركن الثالث وهو مسح الرأس. قال ثم وجوبا في الترتيب يمسح جميع ظاهر الرأس. قوله يمسح، عندنا المسح ما يجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن يكون فيه إمرار، أن يكون فيه إمرار، والأمر الثاني أن يكون ما أمر به فيه ماء يعني مبلول، أصبح أمران، فيه إمرار والأمر الثاني أن يكون مبلولا. الذي يجب في المسح هو الأول دون الثاني، ولذلك يقول صاحب الإنصاف الصحيح في المذهب أنه يشترط في مسح الرأس، أن يشترط في الرأس المسح باليد أو ما يقوم مقامه، لابد من المسح، لابد من الاتيان بالمسح، لا مجرد وجود الماء بل لابد من الاتيان بالمسح وهو الإمرار، سيأتي تطبيق هذا القيد بعد قليل. نعم، قوله جميع أي جميع الرأس، لأن الباء للإلصاق، ظاهر الرأس مراده بالظاهر أي إذا كان عليه شعر فإنه يمسح ظاهره، ظاهر الشعر دون باطنه. قوله من حد الوجه المتقدم إلى ما يسمى قفا، القفا نوعان، قفا الرأس وقفا الرقبة، هنا مراده بقفا الرقبة، وقفا الرقبة ليست من الرأس بل هي من الرقبة، وبناء عليه فيمسح إلى بدء القفا دون ما عدا بماء جديد غير ماء اليدين وجوبا غير ما فضل من ذراعيه، أي يجب عليه أن يأتي بماء غير الذي فضل من غسله لذراعيه. نعم. وكيفما مسحه أجزأ. نعم، قوله وكيفما مسحه يشمل الكيفية باعتبار الصفة، كيف يمسح بالصفات، وسيورد بعض الصفات، ويشمل الكيفية باعتبار الممسوح به، فقد يكون يدا وقد يكون خرقة، ولا يلزم أن يكون باليد كلها، فقد يكون باليد كلها أو ببعضها. قوله أجزأ يجزئه، أما السنة فسيأتي صفته بعد قليل. نعم. ولو بإصبع أو خرقة أو خشبة ونحوها. نعم، قوله ولو بإصبع هذا إشارة لخلاف في المذهب نقله في الإنصاف وغيره أنه لا يجزئ المسح بغير اليد، فمن مسحه بغير اليد فلا يجزئه ذلك،
بل في المذهب أنه لا يجزئ إلا بالمسح باليد كلها. هذه رواية في المذهب نقلها في الإنصاف. قوله ولو بإصبع، الإصبع فيه أكثر من ضبط، منها كسر الهمز كما ضبطه معه هنا، أو خرقة أو خشبة. طبعا لا بد أن يكون المسح هنا إما أن تكون مبلولة الإصبع أو الخرقة أو الخشبة، أو يوجد ماء على المحل ثم يمسح بالإصبع أو بالخرقة أو بالخشبة أو باليد ونحوها، وسيأتي إن شاء الله كيف يكون الماء متقدم. نعم. وعفى بعضهم عن ترك يسير منه. نعم. قوله وعفى بعضهم أتى بحرف الواو، هذا يدلنا على أنه قول في المذهب. وقلت لكم أن صاحب الإقناع لا يذكر قولا خلاف الذي يذكره إلا معناه أن هذا الخلاف قوي جدا جدا، وذلك القول الذي ذكره المصنف قوي، وسأذكر من قواه بعد قليل. عن ترك يسير منه، أي ترك أن يسير من الرأس فيعفى عنه للمشقة، لأن مسح جميع الرأس فيه مشقة في ضبطه. وهذا القول نسبه لبعضهم ولم يسمهم، وهو منسوب في الإنصاف لاثنين، لصاحب المبهج وصاحب المترجم، والذي يظهر لي أنه باسم الفاعل كسر ما قبل الأخير وليس المترجم. أما المبهج فقد طبع بعضه، وهو لأبي الفرج الشيرازي، أول من أدخل مذهب أحمد للشام، وهو أحد تلاميذ القاضي أبي يعلى. وأبو الفرج له 4 كتب طبعت: الامتحان والتبصرة والإيضاح، وهذا المبهج وهو جزء منه طبع أو وجد. وأما المترجم والأظهر أنه كما قلت لكم اسم فاعل، فهو من أعظم وأجل وأقدم كتب الحنابلة، لكنه مفقود، وهو للجوجزاني المحدث صاحب كتاب الشجرة في أحوال الرجال. وهو في كتاب المترجم هذا شرح كلام الإمام أحمد، فإنه أتى بمسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وإسماعيل بن سعيد من تلاميذ محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، أخذ مسائل محمد بن حسن الشيباني ثم سأل عنها أحمد فشرحها الجوجزاني، ولا يوجد في الإنصاف نقل عنه إلا في هذا الموضع حسب ما أظن. والذي يكثر النقل عن المترجم هو ابن رجب، ينقل عنه كثيرا في فتح الباري وفي غيره من كتبه، فلعله قد وقف عليه. وأظن أن هذا الكتاب من أعظم الكتب، لأنه متقدم 300 وشوي، من متقدم أصحاب أحمد الذين شرحوا مذهب أحمد، وهم من أصحاب الرجوع فيه. نعم. إذن هذا قول بعضهم، وهذا القول ذكر صاحب الإنصاف أنه الصواب، مع أنه قال إن القول الذي قدمه المؤلف هو المذهب بلا ريب، فقال المذهب هو أنه يجب مسح جميع الرأس، والصواب أنه يعفى عن يسيره. وكل ما قال فيه الصواب معناه أنه اجتهاد منه بناه على الدليل والقواعد العامة، والقواعد العامة لا شك أنها تدل على أنه يعفى عن اليسير كما ذكر المصنف. نعم. والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين، قوله المشقة هذا للتعليم. نعم. والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه. طيب، بدأ قوله هو المسنون أي صفة الكمال، في مسحه أي في صفة المسح للرأس وصفة الممسوح به وهما اليدان. قال أن يبدأ بيديه، قوله يبدأ أن يبدأ بمقدم رأسه، أن يبدأ مقدم رأسه بيديه، فيضع يديه مبلولتين، فيكون البلل على اليدين ليس سابقا، وسيأتي صفة أن يكون البلل سابقا بعد قليل، من مقدم رأسه، فيكون البداءة من المقدم الرأس. نعم. فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، يضع طرف السبابة على السبابة الأخرى، هكذا، هذا السبابة على السبابة. نعم. ويضع الإبهامين على الصدغين، على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، هكذا، يجعل يديه السبابتين في مقدم الرأس، هكذا، السبابتين هم الأهم، والإبهام على الصدغين، ثم يمر بهما إلى القفاء، فيكون بذلك مر بيديه على رأسه وبإبهاميه مسح بهما الصدغين وما جاورهما، مما يجب مسحه وتقدم ذكره قبل قليل كشعر العذار وغيره. نعم. ثم يردهما إلى مقدمه، قوله ثم يردهما أي بالمسحة الأولى بالماء الأول إلى مقدمه، هكذا، ثم يردها إلى مقدم الرأس. ولو خاف أن ينتشر شعره بماء ولو واحد، خاف أن ينتشر شعره لإشارة لخلاف، وهو طبعا قوله ولو يعود لاستحباب الذهاب والعودة، ولو خاف أن ينتشر شعره، لأن بعض الناس قد يكون إذا رجع انتشر شعره، فيكون مثلا قد جعل شعره معقوصا خلف رأسه فيرجع فيمسح فقط بالذهاب دون العود، فنقول هو مستحب ولو خاف أن ينتشر شعره. وأشار بقوله ولو
لخلاف في المذهب، فقد نقل في الفروع رواية عن أحمد أنه لا يردهما من انتشر شعره، ويردهما من لا شعر له أو كان مظفورا. هذه رواية عن أحمد أشار إليها المصنف. قوله بماء واحد أي لا يستحب له أن يأخذ له ماء جديدا. نعم. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه ولم يمسح لم يجزئ. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا بد من المسح وهو الإمرار. فلو كان وضع الماء المبلول على اليد وغيره من غير إمرار لليد لا يجزئ. وذلك قال ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها، أي يمر يده عليه أي على رأسه، أو وضع عليه أي على رأسه خرقة مبلولة ولو وصل البلل إلى شعره فإنه لا يجزئه، أو بلها يعني وضع الخرقة ثم سكب عليها الماء بعد ذلك ولم يمسح بها ولم يمرها على رأسه لم يجزئه، لأن ظاهر القرآن عدم الإجزاء، وامسحوا لا بد من فعل المسح. يجزئ غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه إن أمر يده. نعم، قوله ويجزئه غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه إن أمر يده، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا غسل شعره أتى بالماء وسكبه أو انغمس في ماء، هل يجزئه إمرار الماء على الرأس؟ لأن الغسل هو وصول الماء إلى المحل وانفصاله، فهو مر وحده وانفصل، خلاف الصورة السابقة. السابقة فيها وضع ماء على الرأس من غير انفصال، هذه الصورة فيها غسل وصول الماء إلى الرأس وانفصاله. قال يجزئه لكن بشرط إمرار اليد. قال يجزئه غسله أي غسل رأسه بدلا عن مسحه إن أمر يده، أي بشرط أن يمر يده. ذكرت لكم في أول الفصل أنهم عندهم أنه لا بد في مسح الرأس من الإمرار، لا بد من الإمرار، ولو كان الماء قبل يضع الماء يغسل الماء ثم يمر يده فيجزئه. وبناء على ذلك فإن من كان منغمسا في بركة لا يرتفع حدثه على قول فقهاء المذهب المشهور حتى يمر يديه أو يده أو خرقة على رأسه بعد ذلك أو أثناء انغماسه. طيب، مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يمر يده على رأسه لم يجزئه إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا كان جنبا، لأن الجنب لا يلزمه المسح وإنما يجب الغسل. قال وكذا إن أصابه أي أصاب رأسه ماء وأمر يده. نجعل هذه الجملة بعد قليل، لكن أريد أن أقف هنا قبل شرح الجملة الثانية في قول المصنف يجزئ غسله مع الكراهة. قول المصنف مع الكراهة، هذه النص على الكراهة ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها صاحب الرعاية، والدليل على الكراهة إنما هو المراعاة لخلاف القوي في المذهب، وهو الذي ذهب إليه صاحب الرعاية في بعض كتبه وابن شاقلة، أنه لا يجزئ غسل الرأس وإن أمر يده، فالكراهة هنا لمراعاة الخلاف، ولكن هذا الخلاف الكراهة لم يذكرها إلا المتأخرون مثل صاحب الرعاية والموفق. لو قالها صاحب الرعاية وحده لضعفوا كلامه، عفوا قلت الموفق وابن رجب أو ابن رجب، وصاحب الرعاية عادة ما تفرد به عادة لا يقبل تفرده لأنه يغرب كثيرا جدا، نبه على ذلك ابن مفلح وغيره. المسألة بعدها قوله وكذا إن أصابه أي أصاب رأسه ماء وأمر يده. شو الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟ السابقة التي يجزئ مع الكراهة هو الذي قصد وضع الماء على رأسه، شوف قصد وضع الماء ثم بعد ذلك أمر يده فيجزئه. الحالة الثانية أصاب الماء رأسه من غير قصد بسبب مطر ونحوه فأمر يده، فهنا لم يقصد وقوع الماء على الرأس فحينئذ لا يجزئه. فعندهم لا بد من نية وضع الماء، والأمر الثاني من الفعل وهو المسح. نعم. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. نعم، قوله ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، هذا اللي يسمى المسترسل من شعر الرأس، وتقدم معنا أنه لا يجب مسحه بل ولا يستحب أيضا في ظاهر كلامهم. نعم. ولا يجزئ مسحه عن الرأس. نعم، ولا يجزئ مسح المسترسل عن مسح الرأس لأنه يجب مسح ظاهر الرأس.
سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده. قال سواء رده فعقده، أي جعله معقوصا فوق رأسه، أو لم يرده فبقي مسترسلا. وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه. نعم، يقول لو أن الشعر نزل عن منبته ولكن ما زال على مسترسلا، لكنه ما زال في محل الفرض، شعر طويل لكنه لم ينزل، فإنه إذا مسح عليه أجزأه، لأن الشعر في محل الفرض. نعم. ولو كان الذي تحت النازل محلوقا. نعم، ولو كان الذي تحت النازل محلوقا أو أقرع فنزل على الأقرع، مثل أقرع، بعض الذي يكون أقرع يعني صلع، قد يلف بعض الشعر على جهة الصلع، فنقول لو مسح هذا الشعر المسترسل الذي في محل الصلع أجزأه، ولو كان الذي تحته محلوقا أو أصلع فلا نقول يجب عليه غسل أو مسح البشرة. وإن خضبه بما يستره لم قوله وإن خضبه، الخضاب للحنة ونحوه، بما يستره أي بما يستر شعره، لم يجز المسح عليه. نعم، لأنه يستر يعني يستر لونه ولا يظهره. نعم. كما لو مسح على خرقة فوق رأسه. نعم، قوله كما هنا، الكاف هنا كاف التشبيه وليست كاف التعليل، فكأنه يقول أيضا لو مسح على خرقة فوق رأسه فإنه لا يجزئه. ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع منه جزءا أو جلده لم يؤثر، لأنه ليس ببدل عما تحته. نعم، هذه في الأخير قاعدة للمصنف، قال لأنه ليس ببدل عما تحته، هذه قاعدة عندهم يؤخذ يعني يؤخذ بها طردا وعكسا، سيأتي عكسها بعد قليل، أن هذا الشعر والعضو ليس بدلا عما تحته، وبناء عليه فلو مسح رأسه ثم حلقه فلا يلزمه أن يمسح ما دونه، كذلك إذا غسل عضوا ثم قطعه ثم قطع جزء منه أو جلد منه فإنها لا تؤثر في طهارته، لأنها ليست بدل عما تحته، بخلاف الجبيرة، فإنه إذا فك الجبيرة هي بدل عن غسل العضو فيجب غسل ما تحتها، أو الخف فإنه بدل عن ما تحته. نعم. وإن تطهر بعد ذلك غسل ما ظهر. قوله وإن تطهر أي بعد كشفها وبعد طرآن الحدث عليه، قوله بعد ذلك أي بعد حلق رأسه أو قطع الجلدة من انكشافها وبعد الحدث أيضا، غسل ما ظهر، لأنه الظاهر حينئذ يكون هو الذي يجب غسله، وهو الذي يسمى بالظاهر. نعم. وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لازم غسله. نعم، يجب غسله لأنه يكون حينئذ ظاهرا. والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم. نعم، هذا الذي تكلمنا عنه، أن الواجب يجب غسل ظاهر الشعر فقط دون الباطن ودون البشرة. فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئ. نعم، البشرة في الرأس لا يجب، لا يشرع مسحها ولا غسلها، لأن الحكم متعلق بالظاهر وهو الشعر دون ما عداه. كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية. نعم، هذا الذي قلنا هناك، قلنا إن الذي يقتصر على الباطن دون الظاهر لا يجزئه، بل يجب عليه غسل الظاهر. وإن فقد شعره مسح بشرته، وإن فقد بعضه مسحهما. نعم، قوله وإن فقد شعره مسح بشرته في الرأس كالأصلع، وإن فقد بعضه أي بعض شعره فإنه يمسح المكشوف من بشرته ويمسح ظاهر الشعر الموجود. ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم، قوله ويجب مسح أذنيه، المسح للأذنين واجب، لكنهما ليس من الرأس وإنما ملحقة بالرأس، الحديث عند ابن ماجه وغيره الأذنان من الرأس، ورد من حيث أبي أمامة ومن حيث أنس ومن غيرهم. وقوله يجب مسح أذنيه أي يجب مسح جميع الأذنين، كلا الأذنين، ويجب استيعاب المسح. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أشهر الروايتين عن في مذهب أحمد أنه يجب استيعاب جميع الأذن ظاهرها وباطنها، وسنشرح بعد قليل كيف يكون الظاهر أو الباطن، أو نشرحه هنا. الظاهر، ظاهر الأذن، القاعدة عندهم في الظاهر أن الظاهر هو ما يلي الرأس، والباطن هو ما يكون من جهة الصماخ، وحينئذ فما كان من جهة الصماخ بكسر الصاد فهو باطن، والظاهر هو ما ولي الرأس، فالذي يكون أمام الناس ويرونه هذا باطن، والذي يكون بين من جهة الرأس، من جهة بين الأذن والرأس، فهذا يسمى ظاهر. فالظهور هنا ليس باعتبار المواجهة وإنما بعكس باعتبار الرأس، لأنهما من الرأس ويسن. نعم، بماء جديد. لأنه من الرأس للحديث، ليس حقيقة، باتفاق ليس من الرأس حقيقة وإنما من الرأس حكما، انتبه لهذا القيد المهم،
يعني يترتب عليه لو قلنا من الرأس في الشجاج هناك، هل شجة الأذن لا تأخذ حكم شجة الرأس؟ ليس كذلك. نعم. ويسن بماء جديد بعد رأسه. نعم، قوله ويسن عبر مصنف بالسنية لأمرين. الأول هو الذي استدل به أحمد، قول ابن عمر، وابن عمر كان يأخذ ماء جديدا لرأسه. والأمر الثاني حديث روية لكن في إسناده ما قال عند البيهقي، وهو كذلك، فإن الصواب أن الوضوء يسن أن يؤخذ للأذنين ماء جديد. والبياض فوقهما دون الشعر منه. نعم، البياض فوقهما أي فوق الأذنين دون الشعر وأسفل من الشعر منه، أي من الرأس، فيجب مسحه مع الرأس، يعني بين الأذن وبين الرأس في بياض، هذا البياض ملحق بالرأس فيجب مسحه مع الرأس. والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتين. نعم، بدأ يتكلم عن صفة المسح الأذنين وكيفما مسح ظاهر الأذن وباطنها أجزأ، لو مسح هكذا أجزأه بأي طريقة أو بخرقة، ولكن هو يتكلم عن صفة الكمال التي ورد بها الحديث. والمسنون أي الذي ورد به الحديث. نعم. والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتي في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم، قال والمسنون في مسحهما أي الأذنين أن يدخل سبابتيه، هذه السبابة، في صماخهما أي صماخ الأذنين، ويصح أن تقول صماخيهما، يجوز أن تكون مفرد ومثنى لأن المفرد المضاف يعم، فلو قلت صماخهما فيشمل الصماخين معا، لأن من اللغويين من يقول يلزم التثنية، هذا ليس يعني موافقا عند جميع اللغويين، بل يقول يصح صماخهما وصماخيهما. أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، هنا نعم بالياء، نعم هنا بالياء، كلاهما صحيح، في صماخيهما ويمسح بإبهاميه، هذا الإبهام ظاهرهما، ظاهرهما صورة ذلك، هذا هو السبابة، يدخلها في الصماخ اللي هو الخرق الذي في الأذن، فيكون السبابة لمسح الباطن والإبهام لمسح الظاهر، فيجعل الإبهام خلف أذنه ويمسح الأذن، لا يمسح البياض الذي خلف الأذن، البياض الذي خلف الأذن هذا ملحق بالرأس، نحن نتكلم عن الأذن، فيمسح الأذن بهذه الطريقة، فيكون الباطن مسح بالإبهام، الظاهر مسح بالإبهام والباطن مسح بالسبابة. ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. طبعا فيها حديث ابن عباس بهذه الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بسبابتيه، شوف باطنهما بسبابتيه وظاهرهما بإبهاميه، والحديث عند النسائي. ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. نعم، الغضاريف هي ما لان من الأذن، فما ظهر من الأذن ولان ما يجب مسح ما تحته، وإنما مستحب، ويقول إن استحبابه داخل في ما يسمى بغسل البراجم، فالبراجم هي ما يكون يعني مخفيا، وذلك يقولون في غسل الجنابة يستحب غسل الغضاريف التي في الأذن، وأما في الوضوء فليس بواجب، وإنما يعني عموم استحباب النظافة. نعم. ولا يستحب مسح عنق ولا تكرار مسح رأس وأذن. نعم، قوله ولا يستحب مسح عنق، مسح العنق لا يستحب لأنها ليست من الرأس، وقد أنكر أحمد ما ورد من أحاديث باستحباب مسحها مع الرأس. وقول المصنف ولا يستحب معناه أنه مباح، فالفقهاء يقولون إنه مباح وليس مكروه مسح العنق مع الرأس، لأن بعض الناس أو يمسح عنقه مع رأسه، موجود ترى بعض الناس بناء على بعض المذاهب، فنقول إن هذا ليس مكروها وإنما هو مباح، فالأولى تركه. قال ولا تكرار مسح رأس وأذن، أي ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذن، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الممسوحات لا تتكرر، وإنما يتكرر المغسولات فقط، وكل ما كان ممسوحا فإنه لا يتكرر، ودليل هذه القاعدة استقرى النصوص الشرعية، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح رأسه. نكون بذلك انهينا درس اليوم، إن شاء الله الدرس القادم ننهي ما يتعلق بصفة الوضوء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا أن ذكروا أن الحد الأدنى للاستنشاق أن يجذب الماء إلى باطن الأنف، فكيف يجذب من سد أنفه أو من انسد أنفه؟ نقول ليس الجذب كله معناه هنا عندهم إيصال الماء فقط،
فبمجرد إيصال الماء ببل أصبعيه أو ببل خرقة فيكون وصول الماء إليه. فتعبيرهم بجذب الماء أي إذا كان لم يدخله بيديه، وأما من أدخله بيديه أو بمنديل فإنه يجزئه، لكن من لم يدخله وإنما جعل الماء في الغرفة عند أنفه فلا بد من جذبه. فالجذب هنا وسيلة للوجوب، فإن تحقق الوجوب هو إيصال الماء إلى تجويف أنفه من غير جذب بمنديل أو أصبع فإنه يجزئ، هذا مرادهم. فإجابهم الجذب إنما هو لمن لم يدخل الماء إلى أنفه بإصبع وخرقة. يقول: قال في الإقناع: غسل اليدين في قيام الليل يسقط سهوا، قال البهوتي ومقتضاه: لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء. هذا ليس كلام البهوتي، هذا كلام صاحب الإقناع أيضا. والسؤال: والغسل إذا بدأ في الغسل ثم تذكر في أثنائه أنه لم يغسلهما هل يسقط؟ نعم. نعم، أنت تتكلم عن غسل اليدين ليس التسمية. نعم غسل اليدين، نعم ذهبت إلى التسمية. نعم كلام صحيح، الغسل يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق، يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق. قوله، قول صاحب الإقناع: ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل، هل هو عائد لغسل الكفين في هذا الغسل، هل هو عائد لغسل الكفين من نوم الليل فقط أم يشمل غسلهما في أول الوضوء؟ لا، هو عائد للجميع، لأنه عائد للغسلين وقد أورد الغسلين في أول كلامه. يقول أخونا: من نام جزءا من النهار وجزءا من الليل هل يجب عليه غسل يديه من هذا النوم؟ نقول نعم، لأنه يصدق عليه أنه نام نوم ليل. قوله: ولا يضر وسخ يسير تحتها، يعني تحت الأظفار، هل هذا تخصيص منه بالعفو عما تحت الظفر فقط؟ لأنه في المنتهى قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. العبارة المنتهى قيل إنه قد جزم بما ذكره الشيخ تقي الدين، فيكون قد جزم بكلام الشيخ تقي الدين الذي ذكره المصنف عندما قال: وألحق الشيخ به يسير في غيرهما أي في غير الأظفار. فيقول إن عبارة المنتهى تحتمل ذلك، ويحتمل أن ونحوه أي ونحو الظفر من الشيء اليسير جدا دون الذي يعني مما يكون فيه مغاب ويمكن اختفاؤه، أو البراجم التي تكون فيها يعني اختفاء مثل يعني بعض الأماكن، وأما الشيخ فهو أوسع، يعني قيل هذا وقيل هذا محتمل. الأصلح: هل يمسح رأسه كمسحه مع الشعر؟ الأصلح: هل يمسح رأسه كمسحه مع الشعر؟ نعم، يمسح رأسه كما لو كان عليه شعر. كيف يكون التسوق بين المضمضة والاستنشاق إذا فعلهما بغرفة أو ثلاث غرفات؟ هو يأخذ بيده اليمنى ويتسوق بيده الشمال، فإذا أخذ الغرفة فإنه يتسوق بيده الشمال ويبقى الماء على كفه اليمنى. القاعدة في الوضوء والغسل يكون بالظاهر وليس بالباطن، ولا يجب غسل العين. وقد سمعت أن ابن عمر كان يغسل عينيه حتى أصابه العمى في آخر عمره ثم ترك ذلك رضي الله عنه، هو تركه وعرف أن هذا غير مشروع رضي الله عنه. سم شيخي هنا نعم، شوف، غير اللي قاله صاحب الإقناع، الذي قلت لك أن المحققين قالوا إن ما ذكر الإقناع ضعيف. يقول: لو سكب الماء على يديه زين ثم غسل بهما وجهه، يقول لم يصل الماء إلى جميع كفه ظاهره وباطنه فلا يسلب الطهورية، لأنه يغسل يعني يمر الماء على بعض يديه، حينئذ لو غسل بهما فإنه يصح، لا يفسد الماء ويصح وضوء، هذا على الصحيح الذي ذكره قلت الخلوة وبعض المتأخرين. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.